نظام التبريد في المحرك. إن نظام التبريد في محرك السيارة هام جدا، فهو يعمل على ضبط درجة حرارة المحرك ويمنع ارتفاعها إلى الدرجة التي تضر بالمحرك، وذلك لأن نظام التبريد يقوم بامتصاص حرارة المحرك الناتجة عن شوط الاحتراق ويبثها إلى الهواء الخارجي. ويتكون نظام التبريد من عدة أجزاء رئيسة، وهي كما تشاهد في هذا الرسم الإيضاحي: المشع أي الريديتر، مضخة الماء أي طلمبة الماء، مروحة الهواء، قميص التبريد حول الأسطوانات والرأس، الخراطيم أي ليات الماء، وهي لي علوي للماء الساخن ولي سفلي للماء البارد. وهذا بالإضافة إلى بلف الحرارة أي الترموستات، ولكل جزء من هذه الأجزاء عمل خاص يقوم به. ونبدأها بالمشع أي الريديتر، ويصنع المشع عادة من النحاس لأنه معدن مشع جيد للحرارة، فيتكون المشع من خزان علوي، ويوجد أعلى المشع وخزان سفلي ويوجد أسفل المشع، وتوجد بالخزان العلوي فتحة لدخول الماء الساخن من المحرك إلى المشع، وتوجد بالخزان السفلي فتحة لخروج الماء البارد من المشع إلى المحرك، وتربط بين الخزانين مواسير، وتلحم على المواسير من الخارج رقائق من النحاس من أجل تبريد الماء الساخن القادم من المحرك وإعادته إلى المحرك مرة أخرى، وهكذا. مضخة الماء، وتوجد في مقدمة المحرك وتأخذ حركتها من عمود المرفق أي الكرنك عن طريق سير المروحة، وهي تعمل على سحب الماء من المشع أي الريديتر ودفعه إلى قميص التبريد من أجل تنشيط ودفع دورة الماء. ويوجد داخل المضخة مجموعة من الريش على شكل مروحة، وهي التي تقوم بعمل المضخة، مروحة الهواء، وهي عبارة عن ريش متعددة من البلاستيك أو الحديد، وتركب على عمود مضخة الماء وتدور معها، وتعمل على تنشيط وزيادة تيار الهواء المار عبر المشع أي الريديتر، وذلك لإتمام عملية التبريد. بلف الحرارة أي الترموستات، ويركب في غلاف معدني في مقدمة المحرك، وإذا رفعنا الغلاف المعدني سنشاهد الترموستات، ويعمل على تنظيم دورة التبريد في المحرك، فيمنع سريان الماء إلى المشع عندما تكون درجة حرارة المحرك منخفضة، وعندما تصل درجة حرارة المحرك إلى درجة التشغيل من 65 درجة إلى 80 درجة مئوية يفتح البلف الحراري،
ويسمح بمرور الماء الساخن من المحرك الى المشع ليتم تبريده. قميص التبريد وهو عبارة عن فراغ داخل جرم المحرك يسمح بجريان الماء حول فتحات الاسطوانات وغرف الاحتراق، وذلك ليسهل امتصاص حرارة المحرك. ليات الماء: هناك وصلتان مطاطيتان احداهما تركب في اعلى المشع ومتصلة بكوع المياه العلوية للمحرك لدخول الماء الساخن من المحرك الى المشع، والثانية تركب اسفل المشع لايصال الماء المبرد من المشع الى مضخة الماء ومنه الى المحرك، وجميع هذه الاجزاء تكون نظام التبريد. وكما تشاهد في هذا الرسم الإيضاحي، عندما يدور المحرك تدور مضخة الماء التي تعمل على دفع الماء البارد والواصل من خزان المشع السفلي مارا بخرطوم الماء السفلي إلى قميص التبريد حول الأسطوانة ورأس الأسطوانة، ويمنع بلف الحرارة مرور سائل التبريد إلى خزان المشع العلوي إلا عندما يسخن المحرك وتصل درجة حرارة سائل التبريد من 65 درجة إلى 80 درجة مئوية، فيفتح بلف الحرارة أي الترموستات فيمر سائل التبريد عن طريقه مارا بالخرطوم العلوي إلى خزان المشع العلوي، ثم ينساب سائل التبريد من الخزان العلوي الى الخزان السفلي عبر المواسير، وتعمل رقائق النحاس الملحومة على المواسير على امتصاص الحرارة واشعاعها في الهواء المار من خلالها، ويصل السائل الى الخزان السفلي للمشع مبردا، وتقوم المضخة بسحبه ودفعه الى قميص التبريد مرة اخرى، وهكذا يستمر عمل نظام التبريد أثناء دوران المحرك. وبهذا تكون قد تعرفت على نظام التبريد في محرك السيارة.